يعني شوفي، احنا تكلمنا عن نشأة الطباعة وتاريخها وكذا. في الوطن العربي كان معروف بيروت هي عاصمة المطابع، يعني القاهرة بتكتب. بيروت كانت هي يمكن فيها أكثر من 1000 مطبعة بيروت فقط. وطبعا دي المقولة المشهورة لزار قباني اللي هو القاهرة تكتب، قال القاهرة تكتب بيروت تطبع، والخرطوم تقرأ. والخرطوم تقرأ. فالسعودية زي ما قلت لك وطنت الطباعة من بدري. وحتى لو بتلاحظي لما يكون عندهم معرض الكتاب، احنا بنكون في فترة بتاع زي العيد زمان لما المخبز يكون بيشتغل في طبعا اكيد في الخبايز، فكل الكتاب بيحاولوا يلحقوا كتبهم للمعرض. ايوه. وهنا في السعودية ودول الخليج طبعا في تبادل ثقافي جيد جدا وانتشار ممتاز بالنسبة لكتابهم وكتبهم. نحن اللي صراحة مهضوم حق علمائنا ومثقفينا وكتابنا، ومن أشهر الناس اللي يعني أنا بعتقد أنه هو طبعا لتواضعه هو الشخصي يمكن خلى كتبه ما تنتشر بالصورة المطلوبة، اللي هو بروفيسور عبد اللطيف. فمعليش أنا يعني سؤالك خلاني أعرج للسودان يعني. جميل. أيوة. أيوة. لا مانع طبعا. فهنا الخليج طبعا نقول انه امكاناتهم وكده اسهمت في المساله دي. انا في سنه 98 قعدت مع البروف عبد الله فتره طويله جدا، والله اكثر من يمكن 4 5 ساعات، وكل النقاش بتاعي معه كان في انه نحن نطلع او نخرج للضوء السفر بتاعه المرشد لفهم اشعار العرب وصناعتها. يعني بكل اسف كتاب قيب وأثر المكتبة العربية بصورة غير طبيعية، واللي قام بطباعته الكويت.